لماذا ندرس التوحيد؟ غاية وعبادة. خلقنا لهذا ولا تقبل العبادة إلا بالتوحيد، لا تدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمل، الهداية، الطمأنينة، حقائق الإيمان، سبب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تكون الإجابات من أجل الكتب والكتاب، هذا ما يأتي ما في إشكال. نعم. أخذنا أسئلة خمسة وهي: أولا لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني في سؤال أثر السؤال الأول قلنا لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاث، نصيحة العلماء؟ السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ إيش هي باختصار؟ الأصول الثلاثة هي أسئلة الفقه. والسؤال الرابع والثمرة الإجابة، والخامس فهرسة الكتاب ومحتوى الكتاب. قلنا الكتاب يعتبر أقسام خمسة. القسم الأول المسائل الأربع، المسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، والخاتم. نعم يا أخي. بالأسئلة الخمسة ثم قسمنا الكتاب إلى خمسة أقسام. كتاب خمسة أقسام. ثم عبرنا عن المسائل الأربعة. المسائل الأربعة ذكرنا العلم والعمل والدعوة والصبر وكلام الإمام الشافعي وقسم الصبر وكلام البخاري. تمام. نعم. أقسام الكتاب خمسة. نعم. المسائل الأربعة. المسائل الثلاثة. الثلاثة. وأقسام التوحيد. أقسام التوحيد. والأصول الثلاثة، شرح الأصول الثلاثة، والخاتمة. تمام. جزاك الله خير. نعم. نعم شيخنا. والفاق. ذكرتم حفظكم الله أن أول يا نداء وأول فعل أمر. أول نداء وأول أمر. التوحيد وأول نهي عن الشرك في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تمام. نعم. ذكرتم بارك الله فيكم أن المؤلف رحمه الله من عادة المؤلف التأليف أن يذكر المسألة مقرونة بالدليل، يدعو للطالب يجمل ثم يفصل. لكن أريد أقول شيخ المؤلف ذكرتم بارك الله فيكم أنه دعا دعوة دعا للطالب دعوة الإرشاد والدليل بالتأليف، ثم دعوة التوفيق بدعائه، والدعاء يكون في ثلاث مواضع من كتابه. ما شاء الله.
يقول أن المؤلف دعا للطالب عندما ألف كأنه كان يدعو للطالب بالدلالة والإشارة، وعندما دعا يدعو أن الطالب يوفق الله سبحانه وتعالى لسلوك الطريق. نعم، البراءة من الشرك التي تكون بالقلب باعتقاد أن كل ما عن الكفار كفر وضلال، باللسان تصفح بلسانك ماذا تقول؟ مثلا إنني براء مما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم. الثالث بالجوارح، عدم مشاركة الكفار بعيادة في احتفالات في الكروس في الشركيات في البدع في اللباس، الاقتراب بهم والإعجاب. قلنا لا مانع أن الإنسان يبيع يشتري مثلا، صحيح مع الكفار، لكن الإشكال مخالطة الكفار ومشاركة الكفار في عيادة في احتفالات. نعم، هذا إلا هذه السورة لكفتهم. هل معنى هذا من غير النزول شيء من القرآن إلى هذه السورة؟ لا، تكفي في قيام الحجة، والقرآن كله حجة. نعم، في أن العبد لابد يحارب يجاهد هذه المسائل الأربع جهاد النفس. فيها جهاد النفس، كيف جاهد نفسك؟ أول لابد تقابل أن تجاهد الكفار، جاهد كل شيء، تجاهد ماذا؟ نفسك بالعلم والعمل والدعوة والصبر. نعم، عرفنا التوحيد شرعا، إفراد الله سبحانه وتعالى ما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وعرفنا توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبأفعال العباد، يسمى توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العباد، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى. مجرد ما تقول توحيد كل إفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في إثبات ما أثبت لنفسه، نفي ما نفع عن نفسه من غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف. أنا أخذت لعلك تهدي لواحد من أصحابك. يلا، نعم نعم يا أخي. المساجد، وأن المساجد لله، وأن المساجد إما المساجد المبنية لا يمكن أن يعبد فيها غير الله، ولهذا لا ندخل فيها أموات ولا شرك ولا بدع ولا غيره. الثاني، وأن المساجد أعضاء السجود لا يمكن أن تصرف بالسجود لغير الله. الثالث، وجعلت هي الأرض مسجدا، أي مكان تسجد عليه فقد اتخذت مسجد، ولهذا قال عن هذه سجادة، صح؟ لأنك تسجد عليها، فلا يمكن أن تسجد في أي مكان على وجه الأرض إلا لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية عن الإخلاص والتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا إلى الله مقبلا عن الشرك. صحيح، والله صحيح، لأنه لا يعرف الغاية التي خلق من أجلها. هو خلق حتى يكون موحد، ما خلق ليلعب ليأكل لينام، ولهذا لو اشتغل بالعبادة سعد. والشيطان سبحانه والسلام أخوان يريد إضلال الأمة عن هذا. فأنت خلقت لغاية، جئت للجامعة الإسلامية لغاية، الآن الدراسة، اشتغل بهذا، لا يشغلك هؤلاء الشياطين، لأنه في شياطين جن وشياطين أيهما أخر؟ ها؟ انسى الطريق. نعم، أن الجن ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، لكن الشيطان هذا لا. نعم أخر، وجاز وجاز. عندنا تقسم الناس في الدعوة إلى طرفين وسط، قسم لا يدعو إلى الله، قسم يدعو على جهل، وإحنا نتوسط، لا ندعو إلا فيما نثق فيه 100%، هذا تتكلم فيه. تفتي لا، عندنا نقول العوام لا تتفلسف،
يعني لا تخرج عن النص عن الموضوع عن التوحيد ثلاثة أنواع، لا تقول هناك من يقول أربع أقسام، لا لا تفلسف. تمام، جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليك. متواضع وإليكم. ذكرت أن إبراهيم عليه السلام بالرغم من أنه كسر الأصنام بيده، نعم، دعا أن يجنبه الله مع هذا وجل. نعم، أراد أن يبتعد عنه، قال واجنبني وبني أن يعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهم. قلنا الإمام أحمد قال يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. قالت الهضمة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القلد ولا القلد يرى، من حيث الإعجاب بهم والاقتراب بهم والنظر إليهم ومشاركتهم في أعيادهم هذا ممنوع، من حيث نابد أن نذهب إليهم وندعوهم إلى الله ونبين لهم الدين هذا أمر آخر مفهوم، إذا لا يعني تخلف علينا بعض الناس. تمام، من يقرأ لي باسم الجديد؟ نحن وصلنا نحن وأخذنا أقسام ثلاثة صحيح؟ الآن نريد نشرع في الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك من ربك يعلمك السؤال ويعلمك الإجابة حتى إذا سئلت تجيب. في الدنيا الآن هنا تتعلم فرصة معك، لكن في القبر لا فرصة، فلا بد تتعلم هذه الأسئلة، تعلم الإجابة عليها وتعتقدها، نعم، وتعمل بها وتدعو إليها حتى تجيب، لأن الإجابة في القبر ليس على ما يحب الإنسان، فالذي يعتقد هنا يكون الجزاء من جنس العمل، مفهوم؟ فإذا قيل لك ما ربك؟ ماذا تقول؟ تقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب عندنا تربية للباطن وتربية للظاهر، مفهوم؟ تمام، التربية للظاهر هذا ما يقوم به البدن، الله خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذا التربية لماذا؟ للظاهر للبدن. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل حتى يتربى في الباطن، مفهوم؟ إذن التربية على اسمين، تربية ما يقوم به البدن وتربية ما يقوم به الروح. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذه تربية للظاهر. ثم لم يتركهم سدى، أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تمام، فإذا قيل لك من ربك؟ ربي الله الذي رباني خلقني ورزقني وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل، مفهوم؟ تقول ربي يعني خلقني ورزقني ظاهر، وباطنا أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى أتربى في الباطن. تمام، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، يعني أقر وأعتقد أن الله هو الخالق وما سوى الله مخلوق، خلق جميع الخلق صحيح وأمدهم بالرزق. تمام، ورب جميع العالمين من يعني، طيب إذا هو منفرد بالربوبية لا بد أن يفرد بالألوهية. واحتج الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بأي توحيد؟ الربوبية. إخواننا هذا التوحيد لا ينكر أحد، لأن كل واحد منا يعلم أنه مخلوق. نعم هناك إنكار حصل لكن على وجه العناد والاستكبار، مثل ما حصل من النمرود، ما حصل من فرعون، وإلا النمرود في قرارة نفسه يعرف أنه مخلوق ولا يشك في نفسه أنه مخلوق، صح؟ أي نعم، مفهوم؟ إذا التوحيد هذا التوحيد أقر بالكفار الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحصل شيء من الإنكار لتوحيد الربوبية على وجه العناد والاستكبار كما حصل من فرعون من النمرود، وإلا هو في قرارة نفس النمرود يعلم أنه مخلوق. ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إخواننا هذا التوحيد الربوبية لابد أن
تنميه عندك، تقرأ تنظر تتفكر في مخلوقات الله، يقين يزيد، إيمان يزيد، معتقد أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه وسلم كيف تنظر تتفكر في مخلوقات الله؟ أي نعم. فالنمرود ناظر من؟ ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وهو أميت. كيف أخذ واحد من السجن وتركوه والآخر قتله؟ لم يناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا، جاء بحجة أقوى من الحجة الأولى. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. عندي سؤال: لماذا لم يقل النمرود: أنا الذي أخرجت الشمس من المشرق؟ مفهوم السؤال؟ الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمرود: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لماذا لم يقل النمرود: أنا الذي أخرجت الشمس من المشرق؟ مفهوم السؤال؟ يلا يا لا، هو عاجز. ما لماذا ما قال: انا التي اخرجت من هنا اجعلها اخرجها منها؟ لماذا؟ ما يا اخي اوقف، لان لو قال هذا لقامت الامه كلها ضد النمرود وقال: يا كذاب، قبل ان تولد والشمس تخرج من هنا، كيف اخرجت انت كذاب؟ صحيح ان الناس يعلم هذا، قلنا عندنا أدلة على وجود الله، منها الفطرة صحيح، ومنها الحس، هذا أمر محسوس قبل أن يولد. وهو سبحانه كيف يكون إله وهو إيش؟ كان من عدم أولا. نعم. طيب، رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، لا أعبد إلا رب واحد فقط سبحانه وتعالى. تمام. فإذا قيل لك: لما عرفت الله؟ ما الأدلة على وجود الله؟ تقول: الأدلة على وجود الله لا حصر لها، لا حصر لها، كثيرة جدا، وممكن أجمل لك الأدلة في أربع أدلة إجمالية تفرع منها ممكن ملايين الأدلة. أي نعم. العقل والحس والفطرة والشرع، هذه أدلة إجمالية، العقل والحس والفطرة والشرع أدلة على وجود الله. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. الثاني الحس، تكون في كرب شدة، مصيبة نزلت بك، ترفع يديك للسماء تقول: يا رب يا رب يا رب، تجدها هذا دليل محسوس ملموس. قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يدعو وما في السماء من سحاب، سماء صافية، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا ريحة النبي صلى الله عليه وسلم تفطر معه. أسبوع أمطر سبتة، أسبوع كامل المطر لا ترى. دعا بعد هذا: اللهم حوالينا ولا علينا، وإذا بالماء ينصرف حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل محسوس من مسترى بعينه. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أمامهم الصخرة تنفرج، دعا الأول الصخرة تنفرج، دعا الثاني الصخرة تنفرج أكثر، هذا دليل محسوس ملموس. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، الشرع كثير بل لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم القرآن، مفهوم التوحيد لا تخلو منه آية. تمام. بما عرفت الله؟ قال: بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. طيب المخلوق آية ودليل على وجود الخالق، لماذا قل بآيات المخلوقات؟ ها أخبر، فهمتم؟ المؤلف يقول بآياته ومخلوقاته،
طيب كل مخلوق دليل وآية على وجود الخالق صح؟ عندما قال ما هذه المخلوقات يوجد شيء في فرق ما هو الفرق؟ نعم.